كانوا ما نقولش انه كان ضروري انهم يتعاملوا معنا مزيان. علاش؟ حيت حنا ما جيناش غير هكذا، حنا جينا فواحد الموجه اللي كتسمى التلفزه تتحرك. إذن كل شيء للناس ديال التلفزيون اللي مكلفين بالشركة ديال مسيو باكار الله يرحمه، الناس اللي جينا على برا دوك النصارى، كانت واحد الموفمون، وهذاك الموفمون خصهم هما ضروري أنهم تا هما يتجاوبوا مع دوك الموفمون ويتألقوا معاه ويعطونا كل ما نحتاجوا من الدعم، حيت ما يمكنش يخدموا أبار، حيت كاين واحد البلانين ديال الترافاي ديال دوك الناس. إذا أنا كنقول حنا كنا محظوظين، كون جينا في فترة يمكن غادي كنا غادي ناكلوا العصا، حيت كانوا ضروري أنهم ينصهروا في هذاك العمل ويوقفوا حتى هما على الخدمة، حيت كان واحد بحال نقول لك كان واحد الكونترا ريسبكتي من عندهم باش حنا نطلعوا معاهم في الخدمة اللي خصنا. إذا كنا حاسين راسنا محميين من طرف الشركة اللي كاينة مسيو باكار ونصارى وداك الشيء. وكانوا الناس راه عارف شي واحد نصراني كيهضر مدام جيجي ومسيو جاكاسلين، كلشي كيعطيهم السلام الاحترام حيت كانوا الفلوس كانت الخدمه، كانوا هما خصهم ضروري يخدموا معنا. مين مشاو هادوك كاعب تاني الامور داس واحد 3 شهور ديال الباكور، جاو مشاو في حالهم، عاوتاني حسينا براسنا ما بقى عندنا اللي سدنا خصوصا ماديا، تقطعت علينا الماندا، كان خصنا بقاو نتسناو، ومره كيعطونا واحد السلفه. انا اوغوزمون حيت انا ما ترسمت حتى داز 4 سنين، هذاك 4 سنين كامله خديتها لابوخت من الكليه، كنت كل 3 شهور كناخذ داك 17000 ريال 13000 ريال وربي جاب التيسير. ولكن الاخوان كانوا شي حاجه كبيره، راه ما يمكنش توقف حتى سعيد الزطوق ولا حسين حياني ولا الحمار ولا، لكن تدريجيا داروا فينا الثقه الناس اللي كانوا خدامين معاهم ديال برا، وهما حتى هما كانوا اوبليكاتوار انهم يدخلوا معنا يدخلوا في الخط ديال. شوف انا كنقول لك كاز الميكرو ديال كاز الكاميرا ودور عليهم كاملين، اي واحد لا خالد ازدو لا خالد شخمه لا النوري لا سلوى لا ابتسام، هادو كاملين داخلين من الجيل ديال 2006 هما اللي وصلوا. قول لهم قائمه اش كيفاش كتعامل معاكم. انا ما كنبغيش نهضر على راسي بزاف هذا المجال حيت كنشوف الاحترام. هو امين النوري اول وحده عطاتو الفرصه انه يطلع البلاطو ديال الاخبار قائمه بالعشرين. خالد شخمان ما كانش كيبغي يدير لونتين وبقيت عليه درت لونتين لا في الاخبار لا في العالم الرياضي. خالد ازجون انا ويا خدامين، ونيت في هذا الاطار ديال كورونا عطيته قلت له سير خدم في الاخبار عندك امكانات، هو خدام في الاخبار. ابتسام ادريس كلهم حيت كنشوف راسي كيفاش انايا كنت خصني حتى انا ما نكون واحد القدوه ونكون عبره ليهم ونعطيهم واحد الجو ديال العمل فين يشتغلوا بشكل مهني وبضوابط ديالنا ديال الخدمه ديالتنا. والحمد لله انا كلشي مبسوط، ماشي غير الجيل اللي من بعد، شفت الجيل اللي قبل حتى هما لا الشرات لا بنتركه لا خالد الروت لا بيات، هادو كاملين انا والله الا نعهدك ربي تهز التليفون اتصل بهم قول لهم كيفاش كتشتغلوا مع قائمه متعه. العالم الرياضي كيدوز بواحد الطريقه جميله جدا مهنيا. قبيله النيت كانوا اتصلوا بيا الاخوان كلشي كيتهنئه، ونطلب انه شينا ان شاء الله انتم تكونوا حاضرين معنا في ستاند اب ديال العالم الرياضي. والله الا انا ما عارفاش راسي كيفاش جاب ست راسي يمكن عندي داك الولع داك الحب وهذاك كنت شغوفه بالحضور ديالي كبنت ولا كامراه ولا مراهقه داخله الميدان ديال الصحافه الرياضيه. ولكن بحال قلت لك حتى هو عاوتاني ما نساوش حتى هو الحي اللي كبرت فيه عطاني شويه ديال الشخصيه الذكوريه، واخا كتشوفني انا ديما شويه انا كنبغي نحافظ على الانوثه نتاعي والمسرح، هما هادو شويه لعبوا عليا هذا وشنو عندي في راسي قرايتي والباكغروند ديالي والحب ديالي للمونتاج التلفزيون والخدمه. كنت كنتفرج بزاف، هذا هو اللي خلاني انني ندخل التيران وخا يكون 70000 وتلقاني افيك امين جيبا قصيره ونهبط قائمه المرضيه وانا عاجبني الحال كاع ما مسوقه، انا خصني وقتاش نطير شي روبورتاج ونطير شي استجواب. هذاك الجو الحماسي كان كيعطيني واحد الثقه في النفس، كل الجمهور كامل كيقول قائمه قائمه
شي حاجه اللي كنحس بها اللي كتزيدني القدام، ماشي غادي وي لا لا انا الجمهور كيقول قائمه انا اللي غنتخبى، لا ما تخباش كنديرها وي تبارك الله عليك اخويا فهمتي ديك. هذا هو اللي خلاني اي كنتفاعل مع الجمهور بواحد الطريقه تلقائيه، والجمهور تا هو عاوني بزاف، وما عمرني حسيت بشي جمهور انا اللي دخلت لعندو وكان واحد النفور ولا دائما كان واحد التجاوب. لا لا اقسم لك بالله انا شوف سوي فرونك، انا هو داكشي ديال التحرش وداكشي ما عمر ما حصرت عليه. كان اعجاب، كان شي خدين، كان شي كانوا شي لاعبين اللي كان تبادلوا معايا الاعجاب ولا هكذا ولا شي لقطه ولا، ولكن التحرش داكشي لا ما عمري ما تعرضت ليه. و او كونترير انا كنت كنمشي شي ملعب، كنت كنمشي لسيدي قاسم كيسوق قائمه جايه والله الا في الدخله كيقول لنا جيتو اجي قوموا جينا الغداء الكفته وداخلين التيران شاربين اتاي، فرحانين بان قائمه بالعشي جات لعندهم بنت جايه داخله التيران. وحنا الركاع جابوا لي العود، طلعوني في العود ودوزوا بيا العود كامل تماك في التيران، والجمهور وقائمه والمرضيه فهمتيني. لما انا هادشي ديال التحرش داكشي ما بعدك ما كيدخليش بالي، وما تحرش ما عمرو ما كنبغيش كاع نهضر على هاد المسائل. لا ما لا بغيت نقول لك بانه بالعكس انا لقيت مساعدات لا من طرف السلطات المحليه اللي كان كيكونوا ولا من طرف السلطات الامنيه ولا كاع لي بريزيدون اللي دازو دوزت معاهم، وكنت كنحب انني ندير الخدمه ديالتي. المشكل الوحيد اللي وقع ليا هو مع رئيس فريق رجاء بني ملال، هو الان يمكن توقف وقفه مدى الحياه عن سميتو رئاسة فريق رجاء بني ملال. نقطة واحدة أنه كان واحد الماتش بقى عاقل عليه، لعب رجاء بني ملال رجاء بني ملال مع اتحاد طنجة. شنو السنة هذي؟ 91 92 و سميتو الحكم جيد، حكم جيد ماشي هذا نعم الوالد ديالو ولا عمو، كان الحكم المساعد ديالو تضرب بالحجر، تضرب بالحجره والدم داك يسيلي وداك الشيء، وصورنا حنا داك الشيء كان حكم بحار. من جيت انا المونتاج حيت ما جات ما كانت لا امبيلونس لا والو، وانا كنت معروفه بالموسيقى وبالامبيونس اللي كنت كندخل على لي روبورتاج من الاوائل من الاولايات اللي دخلت هذاك الامبيونس. دخلت الموسيقى ديال ما لم يكن في الحسبان حجر، دخلت الموسيقى ديال الامبيلونس طي طي طي، ودرت معاه هو استجواب، قلت له شنو رايك في هذه الحادثه اللي وقعت الحكم؟ قال لي شوفي، قال لي الواحد هو يموت على بلاده ولا بحال هكذا وعلى المهم شي حاجه بهذا الشكل، بحال يوصل بانه هذاك الحكم بحال يستاهل بمعنى الكلمه. دوزنا الروبورتاج، الروبورتاج كيتعاود نهار الاثنين، الناس كيشوفوه الناس ديال الجامعه، وقع اجتماع وتم التوقيف ديالو على اثر داك التصريح اللي دار. هو خرج من بعد بانني انا درت ليه الابتزاز وطلبت 25 مليون باش ما ندوزش هاد اللقطه، وانا يا ما عمري ما فكرت، انا كاع ما كنفكر في داك الشيء، كنت كنفكر غير في لي روبورتاج ولي انديت. وتوقف وخرج عليا الهضره بحال هكذا، هو اللي كان عندي تهديد، وتهديد ثاني ماشي تهديد، وقع ليا مع حدومي، حدومي صافا لاباس، حدومي كتعرفو؟ لا كتبعو حدومي، هو اللاعب السابق ديال اولمبيك خريبكا، بقى مشهور. ولكن كان واحد الماتش ديالو النيت مع قنيطرة ولا مع طنجة اولمبيك خريبكا، وكان الماتش تلعب 0-0، وانايا داك الماتش تلعب 0-0، واحد الدري ولد خريبكا ديما كيقول لي راه حنا عندنا فان باستن وفان تيكلن وعندنا فان زيكلن. حدومي كيزقل زقل البيوتة بزاف، وانا نقول ليه وانطلاقا من ضياعين مجموعه من الاهداف فهو من الاحسن ان يلقب بفان زيكلن على وزن فان باستن. وهذيك فان زيكلن دارت ماشي دارت واحد البوز، كل شيء رجع كيمشي للتيران كيبقاو عليه اللعابه الجمهور وفان زيكلن وفان زيكلن، وتعقد منها وكان غادي يمشي ليكيب ناسيونال كان لوزاني ما عرفش المشاكل ديالهم. المهم تطورات القديم من ديك الساعه هذيك 92، انا نقول لك راه 92 هذيك، من ذاك النهار ما عمري ما مشيت ما عمري ما رجعت لخريبكا، درت شي ماتش خريبكا مع العلم انه ملي كنضيف الاذاعه قال لهم نستحضر ديك الذكرى، ودرت ليه شهاده باني كان عزو، ولكن ديك فان زيكلن. وداز الوقت وانا نتلاقى معاه غير هنايا،
قريب فين ساكنين. وي تقول لي صاحبتي ديري قائمه شوفي شوفي شكون هما كان عندهم كونسونطراسيون هنايا في لوطيل. قلت لي ديك الدرك الطويل اللي عنده النيف. قلت لها شكون ديري حدومي. قالت لي لا فانزيغلن. وي تسلم على سلمت لي اختي قائمه حشومه عليك درتي ليا. وي تقول لي انت هو فانزيغلن. ناري قلت لها جدك اختي. بقات عليا هذا هو اللي كانوا عندي فيهم شويه صعوبات اللي حسيت براسي انني درتهم، ولكن درتهم بكل مهنيه. الناس عجبهم الحال، ولكن كاين الطرف الاخر اللي وقع لي هذا الضرر. ولكن مجموعه تعرف شحال الحكام توقفت، حل الحاكم اللي خدا 3 شهور اللي خدا عام. كنت جريئه في هذه الامور، كنت ضروري. واحد الحاكم تبعته حتى البلاصه ديال الستاسيون ديال بحال كيقولوا كيخرجوا طاكسيات، ستاسيون ديال الطاكسيات، وتبعته حتى تما. كنت درت معاه ستيجو، خصني ضروري ناخذ عنده ستيجو. توقف 6 شهور، المهم مشى عاوتاني الاخر رجع عاوتاني جا. قلت ناري كيقولوا قائمه جات، ناري هي اللي خدامه. يقول اهلا قائمه، والله الا عجبنك سيرتك هما راه ما حاملينيش. كنت كنشوي شي ساهل، راه كيبان لكم تسمع النشيد الوطني هكذا، خصك تسمع النشيد الوطني وانت في واحد حدث اللي عالمي اولمبي وتسمعوا بهذيك الطريقه، راه اللحم ديالك يتبورج. راه ما يمكنش الا كانت فيك الحس الوطنيه والمغربي، راه حاجه كبيره جدا. واخا هشام قروج عرضت عليه في العرس ديالي وما جاش، واخا فيها. كانت 2004 كانت في سيدني عاوتاني جات في شهر ديال 9، الجو شويه ممطر، ولكن اللي كان عاجبني كان جات مع عيد الميلاد ديالي، احتفلت به تما. عاوتاني في شهر 9 في هاد الالعاب الاولمبيه كانوا الرياضات كثار، كانت كره القدم، كانوا مجموعه من الممارسين المغاربه، ولو انه كانت شويه خيبه امل على مستوى النتائج، ان ما خدينا حتى شي ميداليه ذهبيه في استراليا. ولكن الاسترالي في بلد اخر عاوتاني كتكتشفوا واحد القاره اللي ممكن تمشي ليها غير هكذا، ولكن الرياضه والالعاب الاولمبيه هي اللي سمحات لينا انني نشوفوها. الغياب ديالي انا نقول لك يمكن من 8 مارس 2016 ما بقيتش كنبان في التلفزيون. علاش؟ اولا توفى الوالد ديالي 22. الوالد ديالي كان من اكبر المعجبين واكبر المتابعين ليا في العالم الرياضي. ما بقاتش عندي القدره نقول لك نهائيا انني نوجد الخدمه ديالتي ونقول السلام عليكم ونشوف راسي في التلفزيون، ما نقدرش نهائيا، امبوسيبل. كنشوفو راه كنشوف دابا شفت غير في الكاميرا هكذا، وتخيلت راسي نقدم العالم الرياضي كنشوف المرحوم الوالد. وثانيا دابا الان هي المسؤوله على القطاع الرياضي، وكنشتغل كنكون رئيسه التحرير، كتكوني كتصاري على المواضيع. راه ما يمكنش تكوني هنا وهنا في التنسيق مع المخرج مع السكريبت الاشتغال ديالي، ولكن الحمد لله راه كاين اخوان. وما تكون شي حاجه اللي كتزعي انا ندير فيها البلاطو ندير. دابا كاين العناصر موجود، الخلاف كاين موجود، العمل ديالنا ماشي ضروري انك تكوني في البلاطو، ولكن تقدر توجد واحد الماده اللي تكون في المستوى وتكون عند مستوى تطلعات الجمهور المتتبع. هذا الشيء اللي كنقول لك، الوالد والمسؤوليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.